السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين، وأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد. عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب. بعدما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله خطبته الشهيرة في فضل شهر رمضان، قام علي عليه السلام وسأله عن أفضل الأعمال في هذا الشهر، فقال صلى الله عليه وآله أن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل، ثم بكى. فسأله أمير المؤمنين عن سبب بكائه، فقال صلى الله عليه وآله: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال صلى الله عليه وآله: في سلامة من دينك. ثم قال صلى الله عليه وآله: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي، وإن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي، أنت وصيي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي، أمرك أمري ونهيك نهيي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره، وخليفته على عباده.